لو أن رئيس دولة من هذه الدول الموجودة في الأرض كتب لك رسالة وكلفك بأمر، مجرد أنه كتبك الرسالة تعتبر هذا التشريف، الله رئيس الدولة كاتب الرسالة. ولو أنك رأيت أحد الزعماء في الطريق فسلم عليك شخصيا، ذيك الليلة ما راح تنام، طالع بعيونه وش سوى. ولو أنه أرسل لك رسالة وطلب منك أن هذه الرسالة توصلها الواحد في مكان بعيد، ترتاح أنه سلم عليك، كتب رسالة وكلفك بأن تحمل الرسالة إلى أحد. إيش عجب هنا ما تعتبر هذه القضية تكليفا صعبا وتحاول التملص منه وتعتبره تشريفا لك ورفعا لقدرك، بينما رب العالمين حينما يكلفك بأمر أولا يفرض عليك واجبات، وثانيا يطلب منك أن تبلغ هذا الدين للآخرين. رب العالمين خالق الأكوان، جبار السماوات والأرض، ومن بيده مسيرنا ومصيرنا ومستقبلنا، حينما يكلفك بأمر انظر إليه كتشريف، رآك على مستوى أنه أمرك بشيء، وهذا الشيء اللي أمرك يرفع من قدرك. يعني حينما يقول لك صلي، حينما يقول لك صم، صلاتك هذه وصومك هذا يرفع من قدرك عنده، ويعطيك على ذلك الجزاء المادي والمعنوي معاً.